مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا في هذه النشرة المسائية. في العناوين اليوم: البرازيل متهمة بقطع اشجار غابة الامازون، الهند متهمة باستثمار الحيوانات بطريقة غير انسانية، التلوث العالمي قضية صينية، روسيا تلوث المياه ما السبب، افريقيا الجنوبية صناعة المحروقات المروجة. ماذا عن لقاء البريكس السنوي؟ الأحداث بعد هذا الفاصل. تابعونا يوم السبت عند الساعة 12 ظهرا مباشرة من مجلس الأمم المتحدة في نيويورك، وشكرا. شوف طريقك